السلام عليكم من راسد. شوف هذا صاحب اللكسس نزل على السوبر ماركت، رأيت تيشيرت الأزرق، وفي واحد شوف هناك ورا العمود بيجي الآن يركب السيارة حقت الرجال الضعيف ذا ويهرب. شوف هذا الزبالة الآن جاي، حط الفار عليه الآن. شوف جاي يركب السيارة بالحينة. السيارة طبعا لكزس لون أبيض، رقم اللوحة حا ميم ميم 5133. هذه اليوم 24/2/42 ميلادي 11/10/2020 الساعة 8:30 من شارع قريش من أمام مركز سوبر ماركت درة الخليج في جدة. حسبنا الله ونعم الوكيل.